بسم الله الرحمن الرحيم. التعبير الكتابي وصف رحلة. نظمت مدرستنا رحلة سياحية إلى غابة مجاورة لمدينتنا، وتجمع التلاميذ صباح يوم الأحد ينتظرون الحافلة، وهم يحملون بعض الأمتعة كالأفرشة والمأكولات الخفيفة، ومنهم من يحمل قصصا وقنينات ماء في محفظته. وانطلقنا نحو الغابة، وكنا نردد في الحافلة بعض الأناشيد التي نحفظها، وكان صاحب الحافلة يشغل لنا موسيقى نصفق جميعا على إيقاعها. عندما وصلنا اختارت كل مجموعة مكانا تحت شجرة لتضع فيه أغراضها، ثم انتشر الجميع في الغابة يلعبون ويمرحون ويكتشفون. وعند الظهيرة اجتمعنا في مكان واحد وتناولنا وجبة الغداء التي رافقتها ضحكات من هنا وهناك، ثم نظفنا المكان من كل المخلفات وعدنا للمرح، والبعض كانوا مستلقين على أفرشتهم يأخذون قسطا من الراحة. وفي المساء جمعنا أمتعتنا وركبنا الحافلة عائدين والفرح يغمرنا.